ولا يمكن. الآن قبل أن نتحرك ونسير وقبل أن نتجاوز الميقات لابد لنا أن نعقد النية على أداء العمرة متمتعين بها إلى الحج، فالذي يريد أن يحج عن نفسه عليه أن يقول ويردد خلفي: اللهم إني نويت عمرة متمتعا بها إلى الحج، اللهم يسرها لي وتقبلها مني، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. والذي لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.